السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف 3 مواقع بيشتغلوا بالذكاء الصناعي والتلاتة عرب. تمام، أول واحد عندنا AI عربي. تمام، وهتلاقي في حاجات كتير جميلة جدا. يعني ممكن مثلا تقول له أنا عايز النماذج، بيديك نماذج. مثلا لو أنت عندك مدونة وعايز عناوين للمدونة، تمام، هتدوس هنا وتقول له اعمل لي عناوين للمدونة. مثلا أنت صف مقالة عن احدث السيارات. انا مش في السيارات خالص. طيب، درجة الابداع متوسط كويسة، بس خلينا نشوف عالي ده هيعمل ايه. مثلا متحمس، مثلا عد النتائج خليها 4 مثلا. الحد الاقصى لطول النتيجة 350. انا تقريبا استهلكت الحساب بتاعي، يعني الحساب بتاعي مجاني فليه عدد معين من الحاجات، لكن على العموم النماذج اللي فيه كتيرة جدا ومتنوعة، ولما جربتها لقيت النتائج يعني بلا مبالغة في حاجات أحسن من شات جي بي تي، لأنه متخصص في العربي. يعني شات جي بي تي جميع اللغات، ده هنا يكون أفضل. هنا ممكن تعمل بريد إلكتروني ترحيب مثلا، أهلا بيكم والحاجات دي كلها، وشرفتونا والحاجات دي كلها. إعلانات فيسبوك، تعليقات الانستجرام، مثلا حد يعمل لك مقالة، كتابة محتوى، تديله ملخص كتاب وهو يلخصه لك، يساعدك في كتابة المقال. ممكن وصف الفيديو عشان الناس تدخل عليه على طول. ممكن تقول له انا عايز تاج اللي هي مؤلف العلامات. ممكن يعمل لك سيناريو الفيديو، ممكن بيان صحفي، ممكن يعمل لك وصف المنتج على امازون. كل الحاجات دي موجودة. المستندات مثلا، جميع الوثائق. في برضه حتة تحويل النص لصوت والصوت لنص، يعني ممكن تديله ملف صوت فهو يروح محولك لكتابة، أو تديله كتابة وهو يحولك لصوت. طيب بص كده، نص إلى صوت، تبدأ تكتب النص. أنا فهد من الكويت، ماشي. النص الكلام، تختار بقى عربي، تختار بقى صوت. عندنا حمدان وعندنا فاطمة. تمام، ويقول لك بقى الصوت اهوت. تمام، تقول له بقى توليد، اول ما يولد يسمعك بقى. السلام عليكم، انا فهد من الكويت. ممكن تلاحظ ان في لمحه مش مظبوطه، دي بقى بتتحل ازاي؟ ان احنا نشكل في برنامج او موقع على النت كده اسمه شكلني، هو اسمه كده شكلني. تمام، فبتديله الكلام هو يشكل، فتاخد الكلام بالتشكيل وتحطه في اي موقع من المواقع اللي هي بتحول التكست لصوت. يعني في الانجليزي ما عندهمش هما تشكيل، احنا هنا عندنا تشكيل. شكل لي. تمام، تاخد النص وتحطه هنا وتقول له تشكيل كامل، ابدأ التشكيل. تاخد الكلام، لما تاخده بالتشكيل دوت بيبدأ بقى ايه، يصلح هو الفتحات والكسرات والضمات والحاجات دي كلها. وعندنا العكس، صوت لنص، وعندنا توليد صور، بتديله تكست ويحول لك كل صور. تمام، اسم الصورة مثلا، تبدأ تشوف الصورة اللي انت عايزها. ممكن مثلا جمل يلعب بينج بونج. تمام، وبعد كده بقى تبدأ تختار الارتست نيم اللي انت عايز تستخدمه، ليوناردو دافنشي مثلا. هي الصورة للأمام صعبة، فطلع لنا صورة بيقشة كده، مش قوي، بس ممكن لو قلنا له جرب تاني يعمل لنا صورة أفضل.
وفي توليد كود بالاي اي بالذكاء الاصطناعي، تقول له عايز كود يعمل كذا وبلغ كذا، فيبدا ان هو يعمل لنا الكود. تمام. طيب في موقع تاني برضو جميل، اونس او ان اي اس، ده في ايه، في ان انت نفس الفكره برضو، ان انت تقدر تعمل شات جي بي تي وتتناقش معاه. او تحول نص لصوت، وفي ان انت تعمل صور بالاي اي وهكذا. تمام. طيب خلينا نقول بدء محادثه جديده، وتقدر تشوف انت عايز مثلا ايه. انا عايز اجرب اونس، وعلى فكره الموقع ده مصري. تمام. ممكن مثلا اسم، ممكن تتكلم مع ام كلثوم الله يرحمها، اسأله أي حاجة تيجي في بالك، فتلاقي مجموعة من الإمكانيات الجميلة جدا، زي مثلا موارد نكات، مصلح نحوي لو عندك مشكلة في الجرامر أو في النحو، إن أنت تكتب الفكرة المدونة، يساعدك في إن أنت تعمل السيرة الذاتية، يعمل هاشتاج، يجيب لك عناوين لمقاطع فيديو، كل الحاجات دي موجودة في الموقع الجميل دوت. تمام. بالاضافه بقى ان انت ممكن تديله تكست ويبدأ يحوله لك لصوره ان شاء الله. برضو تحويل الصوت لنص، وتحويل النص لصوت. فموقع جميل ان شاء الله يعجبك. طيب بعد كده ندخل بقى على موقع كاتب، بنلاقي ان هو ممكن يساعدك في كتابه محتوى. تمام. دي حاجات انا طلبتها منه. تمام. ما فيش مشكله ان احنا ننشرها عادي. ممكن تقول له اعمل لي مقال كامل، او ادي له مقال واقول له اعمل له اعاده صياغه، او ممكن كاتب يوتيوب تدي له الفيديو ويبدا ان هو يحوله لك، يديك الملخص بتاعه، وتقدر ان انت تعمل زي شات جي بي تي. الميزه ان الحاجات دي كلها، الثلاث مواقع الجمال دول، مش مقفولين في مصر ولا الدول العربيه، فتقدر ان انت تستخدمهم عادي بدون اي مشاكل خالص. في كاتب شات، في تصميم صور، جربت اكتر من مره، بديله تكست وهو يبدا ان هو يعمل صور. تمام. فان شاء الله برضو من المواقع الجميله. متخيل ايه؟ ماشي. ممكن تشوف انت متخيل ايه. في مثلا نبذات، ممكن بقى تكتب اي حاجه وهو يبدا ان هو يعمل لك اعاده صياغه ليها. ممكن ايه تاني، تعمل مراجعه لمنتجات امازون، يعني ممكن انت تعمل افليت تكسب فلوس من خلال ان انت بتشوف منتج حلو لامازون وتبدا تنشره، فهو بتدي له منتج ويبدا يكتب لك وصف جميل جدا ليه. فدول ثلاث مواقع. لو تعرف اي موقع عربي بالذكاء الاصطناعي يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات، بحيث ان احنا ندعم المنتج العربي.